السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم لدى مصدر مطلع أن المتضررين من تداعيات فيروس كورونا سيتوصلون بالدفعة الأخيرة من الدعم من صندوق مكافحة الجائحة ابتداء من الأسبوع المقبل، وفي غضون الأسبوع المقبل ستبدأ العملية حسب مصدر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكان وزير الشغل والإدماج المهني محمد أنكراس قد قال في حوار له مع أخبار اليوم أن الدعم المقرر حتى الآن لدعم المتضررين من تداعيات كورونا ينتهي في 30 يونيو، وأكد الوزير أن الدعم الذي أقرته الحكومة للفئات المتضررة من جائحة كورونا يتعلق بالفترة ما بين 15 مارس و 30 يونيو الجاري. وبخصوص استراتيجية الوزارة لما بعد الحجر الصحي لدعم المقاولات المتضررة، أكد الوزير في حديث للصحيفة أن لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت في اجتماعها الأخير عدة إجراءات تهدف في مجملها إلى وضع الأسس الأولى لخطة الإقلاع الاقتصادي ومواكبة المقاولات ما بعد فترة الحجر الصحي. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.